السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور امال، اخبارك ايه؟ طيب كيف هنعمل حالك؟ تقسيمه صغيره كده وبعدين حضرتك هتخش. طيب ماشي. استاذ دكتور امال شوقي، استاذ امراض البطنه والقياس العظمي جامعه عين شمس. هي كانت جايبه حاله 33 ويز اولد مان هو سوسبيتالايزد تو سيفير كوفيد 19 نيمونيا ريكوينج بيتريتو سبورت اند انتنس كير. He has renal failure and acute pancreatitis. His hospital course was complicated with pancreatic issues. And he improved with some dermatitis medicine. دي الأشعاعات بتاعته زي ما احنا شايفين chest radiography وفي the case 1 showing bilateral free air under the diaphragm. وفي B abdominal radiography shows distended bowel loops. Chest radiography shows bilateral patched infiltration. في D abdominal radiography showing diffuse dilatation of small and large bowel loops. طيب اتفضلي يا دكتور عمال، العيان ده هتعمل فيه ايه؟ حضرتك سامعني؟ سامعينك اه، هتعمل ايه في العيان بتاعك ده؟ اعمل شير سكرين. وحضرتك عملت شير سكرين؟ طيب ماشي اوكي ماشي، اعملي شير سكرين. طب اقفل بقى السكرين تحت، اعمل انا شير سكرين من عندي. طيب تمام كده شايفيني خلاص. باينة كده المحاضرة؟ المحاضرة باينة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ دكتور أمال شوقي بكير، أستاذ الباطنة بجامعة عين شمس، وبشكر طبعا أستاذ دكتور نجيب وايفي ودكتور أحمد مراد هاشم وزميلي العزيز دكتور معتز واللجنة المنظمة وكل زمايلي المشاركين في الجلسة. والنهاردة هنتكلم إن شاء الله عن موضوع مهم وبنشوفه كتير في براكتس، اللي هو سودو انتستينال اوبستراكشن اند باراليتيك ايليس. احنا معانا هنا الدكتور احمد فؤاد سليمان من جامعه القاهره، والدكتور فهمي حرلس من جامعه الاسكندريه. شيك بس. تمام. سودو انتستينال اوبستراكشن ده كاركترايزد باي عيان بيجينا بساينز اند سيمتومز اوف ميكانيكال اوبستراكشن في اللارج او سمول باول in absence of mechanical cause، لكن غالبا بيبقى نتيجه hypomotility of the GIT. القصه كلها ان في transient impairment في البروبالشن اوف intestinal content بيؤدي الى imbalance في intestinal equilibrium resulting in disorganized electrical activity، وبيحصل نتيجه لكده paralysis في intestinal segment. This lack of coordinated propulsive action هيعمل accumulation of gas and fluid within the bowel، وده هيبقى اما acute او chronic. فمهم عندنا نعرف كلمتين، ان سودو انتستينال اوبستراكشن دي يا اما لارج باول او سمول باول، الحاجه الثانيه اكيوت او كرونيك، عشان كل حاجه من دول بتدي ديفرنت برزنتيشن. العيان بتاعنا هيبرزنت بايه؟ هيجي العيان بابدومينال ديستنشن بلوتينج ديفيوز بيرزيستنت ابدومينال بين نوزيا فوميتنج ديليت باسج اوف اور ان ابيليتي تو باس بليتس او ان ابيليتي تو توليريت اورال دايت. ده الشكوى العامه العيان بيشتكي بيها سواء بواحده او باغلبيه السيمتومز. طب العيان ده غالبا بقيت تايبس اوف باراليتيك ايلياس او الشكوى دي بتيجي من امراض ايه؟ موستلي بتبقى العيان ده بوست اوبراتيف، وسواء اي عمليه ابدومينال او نون ابدومينال، ودي بتقعد يعني حوالي 24 ساعه ل 72 ساعه، غالبا بتبقى سيلف ليمتنج. تاني حاجه ان يكون عيان عنده انفكشن بالذات انتر ابدومينال سيبسز اللي هيؤدي الى باراليتيك ايلياس. اول عيان يكون عنده ريفلكس ايلياس في حالات الفراكشر سباين، فراكشر ريب، او ريتربرتنال هيمرج، او ابلكيشن اوف بلاستر جاكيت. ممكن برضو حالات الميتابوليك زي اليوريميا او الهايبوكاليميا. فلخصوا اسباب باراليتيك ايلياس دي في حروف 7 بي. العين اللي عنده ابدومينال بين او عنده بريتونايتس او عنده هيموبريتونيوم او بوست تروماتيك او بوست اوبراتيف او بياخد بيلز، وهنقولها ايه هي الدراجز اللي ممكن تعمل، او العيان عنده لو بوتاسيوم ليفل. دي الحاجات اللي هي بتدخل العيان في انتستاينال هايبوموتيليتي وباراليتيك ايلياس. مش بس السيرجيكال كوزز بتعمل باراليتيك ايلياس، كمان في ميديكال كونديشن ممكن تعمل الكلام ده زي البنكرياتايتس، سباينال كورد انجري، اكيوت انترميتنت بورفيريا، سيفير بيرن، ابيليبسي، ستروك، دايابيتس، دايابيتيك كيتو اسيدوزس، الجاسترو انترايتس بالذات لو سيفير ومعاها هايبوكاليميا، البوتوليزم، الباركنسون ديزيز، مايوكارديا انفاركشن، والنيمونيا سواء بكتيريال او فايرال، زي الحاله اللي احنا مقدمناها في الاول ان هو عيان نيمونيا وجاي بباراليتيك ايلياس وطلع ان هو سكندري للكوفيد 19. يبقى دلوقتي عندنا في بوست اوبراتيف كوزس، عندنا ميديكال كونديشن، عندنا كمان فارماكولوجيك ايجنت ممكن تعمل باراليتيك ايلياس، دراجز زي الاوبيويدز،
الانتي هايبرتنسيف ميديكيشن زي البروفاميل، انتي نيوبلاستيك ايجنت زي الباسيتاكسل والساليدومايد والفينبلاستر والفينكريستين، بعض الجي اي تي ايجنت زي الانتيزاريال والانتيسبازموتيك، الالوسيترون، الاكساميد، الاتروبين، كمان الفيروسايز الانتي ايميتيك، الاورال ايرون بريباريشن، كل دي ادويه ممكن تؤدي الى باراليتيك ايلياس عند السسبكتد والبرون انديفيديوال. كمان الدراجز اللي هي سيجنيفيكانت انتي كولينرجيك بروبرتيز زي الاس اس ار اي، باروكسيتين، الترايسايكليك انتي ديبريسنت، الانتي سايكوتكس، الباركنسون ديزيز ميديكيشن، الاتش 1 انتي هيستامينز، المصر ريلاكسن، الاوفر اكتف بلادر ميديكيشن، الدراجز دي كلها برضو بتعمل باراليتيك ايلياس لايك. دي ممكن تعمل لوحدها، ممكن تقاد في عيان لو هو عنده ريسك فاكتور، هيبقى كومبايند فاكتور، دي هيخلي العيان يخش باراليتيك ايلياس. بالنسبه للبوست اوبراتيف ايلياس طبعا معروفه ان العيان بيجي له اوبستيبيشن اللي هو فيلير اوف باسج اوف فليتس وانتولرنس للاورال انتيك، غالبا بعد ابدومينال او نون ابدومينال سيرجري، يعني مش لازم ابدومينال، ممكن حاجه نون ابدومينال وفيها سيفير بين، ممكن طبعا تدخل العيان في ايلياس. It is due to non-mechanical factor، يعني هو العيان ما عندوش mechanical obstruction، ده مجرد inflammation في الانتستينال وول، بيحصل disruption في النورمال propulsive motor activity وبيحصل accumulation of fluid. Some degree of post operative ileus ده normal obligatory physiological response للabdominal surgery، ممكن توصل زي ما اتفقنا من يوم لحد أربعة أيام. طب إيه اللي بيحصل العيان بتاع العمليات ده؟ لو حصل somatic and visceral trauma بيحصل activation للmast cell monocyte وماكروفاج، فبيحصل ريليز الهستامين والتيومر نيكروز فاكتور الفا والبروستانويز والانترلوكنز ورياكتيف اوكسجين سبيشيز، بالذات لو في جت هاندلنج واناستموز دي بتنترفير مع الالكتروميكانيكال كابلنج، وكمان لو في فلويد اوفرلود بيحصل انتستاينال ايديما، ولو في اوبيويد انالجيزيا. طبعا دلوقتي كل العمليات في موضه دلوقتي اللي هي الكونتينوس بيشنت انالجيزيا، بيدوا العيان بامب كده بعد العمليات الميجور يبقى فيها ناركوتكس، طبعا الاوبيويد دي بيشتغل على الاوبيويد ريسبتور وبتقلل الانتستاينال موتيليتي، فطبعا العيان لو هو برون هتدخله في ايلياس بسهوله او تخليه يعني يحصل برولونجد او ديليد ريكفري من الايلياس. كمان بيحصل فيه تشينجز في الجود هرمونز زي الموديلين والفي اي بي والسبستانس بي، كل الكلام ده كله بيؤدي الى الاستندد باول زي ما احنا شايفين الصوره كده، والعيان بيبدا يشتكي الابدومينال بين ونوزيا وفومتنج. ايه الريسك فاكتور بقى؟ طبعا كل ما كانت العمليه اوبن سيرجري، كل ما كان لور جي اي تي انتستاينال سيرجري، كل ما كان في ريتروبرتنيال سباينال سيرجري او اوبيويد يوز، كل الكلام ده كله، لو كل ما طالت مده الجراحه انكريز ديوريشن اوف سيرجري، كل ده بيدخل العيان ان هو يبقى برون اكتر للريسك اوف باراليتيك ايلياس. في بوتنشال تريتبل كوز اوف ايلياس، ممكن طبعا الايلياس يحصل في حالات ويبقى ريفرسبل لو العيان عنده ابسس وتعالج خلاص الايلياس هيخف، لو في اناستموتيك ليكج وتصلح العيان هيخف، لو بياخد ميديكيشن وبطلناها العيان هيتحسن، لو ابندسايتس، لو هيموبريتونيوم، لو في هايبوكاليميا وظبطناها العيان هيتظبط، لو عنده بياخد اوبيتس وقللناها، لو في بانكرياتايتس، لو في سيبسز، لو في يوريميا، يعني لو في ريفرسبل فاكتورز العيان بيبدا يتصلح بعد كوركشن اوف اندرلاين كوز. بالنسبه لكوفيد 19 طبعا شفنا حالات كتير، وفي طبعا كيس ريكورد ان في بوتنشال اكسترا بالمونري مانيفيستيشن للسيفير كوفيد، ان العيان بيجي لنا باكيوت سمول ولارج باول اوبستراكشن از ا كونسيكونسز اوف كوفيد. طبعا ده بيحصل نتيجه ان المايكروثرومبوزس اللي هي كوزد باي كوفيد، مايكرو سيركيلاتوري ديستربنس وكلونيك باول دايلاتيشن، ممكن توصل كمان لبرفوريشن، طبعا دي قصه لوحدها رازر زان ميزنتريك اوكلوجن وعن طريق رازر باس واي. طبعا الفيروس ده بيدخل عن طريق الايس 2 انزيم، ده له سنترال ميكانيزم في الجي اي انفولفمنت كوفيد 19، والريسبتورز طبعا دي موجوده في الجي اي تي بالذات في السمول واللارج انتستين. الجي اي تي سيمبتومز ذات ابير ايرلي ديورين كوفيد 19، العيان طبعا كل المرضى بيجي لهم دايريا وابدومينال بين، ده طبعا بيتفسر بان الفيروس طبعا انتري بيدخل عن طريق الجي اي تي ويعمل زيس مانيفيستيشن اللي هي ممكن توصل اب تو ايلياس واب تو بيرفوريشن. ده منظر اكس راي، طبعا ده نورمال اكس راي، نورمال باول باترن في البلين اكس راي اللي بنشوفها لاي عيان. طبعا ما يجي لنا عيان بوست اوبراتيف او بيشتكي الابدومينال بين ما ننساش طبعا نعمل البلين اكس راي، دي النورمال باترن اللي فيها باول يعني 1 اور 2 اور 3 جاز بابل كده ديستريبيوتد، مفيش ديستنشن، مفيش اير فلويد ليفل، مفيش اير اندر ذا فريم، فبعتبر ان ده نورمال باول. الصوره الثانيه دي طبعا الوضع مختلف تماما، ده عيان عامل اوبن كوليسيستكتومي، حتى السلك باين في الابر رايت بارت اوف ذا بيكتشر لو حضراتكم واخدين بالكم. العيان ده جايب ايه؟ جايب جنرالايزد اكستندد انتستاينال لوبس، ده حوالي 3 دايز افتر الاوبريشن، وده بوست اوبريتيف ايلياس افتر
كوليسيستكتومي. دي صوره ثانيه عيان مركب فيكسيشن سباينال فيكسيشن ديفايس، يمكن الشريحه والمسامير باينين في العيان اهو. العيان مركبها خلال اسبوع من العمليه بدا يجي له ابدومينال بين، عملنا الاكس راي طلع دايليتد انتستاينال لوبس كده، طبعا دي معناها ان في ايلياس ودايليتد كولون لوب على الرايت سايد اوبزرفيشن في عيان عامل سباينال فيكسيشن. دي صوره ثانيه الديستندد ستومك وسلايت دايليتد لوب سمول باول، في طبعا ايرو فلويد ليفل، كرونيك جاز مش باين، دي في حالات السمول انتستاينال اوبستراكشن. ده سي تي لعيان كوفيد 19 جايب ابدومينال بين وديستنشن ونوزيا وفومتنج، طبعا كلنا بنفكر ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. عملنا العيان سي تي ويز كونتراست، الحمد لله ميزنتريك فيسل بيتنت ومفيش اي مشكله فيها، لكن لقينا دايليتد ابدومينال لوبس زي ما احنا شايفين في الصوره. وفي الصوره الثانيه في اير فلويد ليفل، ده معناه ان العيان ده دخل في ايلياس سكندري 2 كوفيد 19 وزود اوكرنس اوف ميزنتريك فاسكولار اسكيميا. ده برضو انذر بيكتشر سي تي العيان برضو كوفيد 19 في دايليتيشن في الرايت كولون، زي ما حضراتكم شايفين كده الصوره الرايت كولون ستندد وفي انفلاميشن في السبلينك فليكشر سكندري للكوفيد 19. يبقى دلوقتي الصوره في عندنا ناس بيجوا ببيكتشر اوف ايلياس اللي هي يعني اديناميك انتستاينال اوبستراكشن، وممكن نفرقها من سمول باول اوبستراكشن نتيجه اورجانيك كوز. طبعا ايه الفرق ما بينهم؟ ان طبعا الابدومينال ديستنشن بيبقى اكتر في السمول باول اوبستراكشن، الباول ساوند طبعا بتبقى ابسنت في الايلياس لكن تبقى اكسجريتد في السمول باول اوبستراكشن، الاوبستريشن موجود في الاثنين، البين موجود في الاثنين بس يبقى اكتر في السمول باول اوبستراكشن، البريتونيال ساينز طبعا اكتر في السمول باول اوبستراكشن، الراديوجراف طبعا هيبين لي السايت اوف اوبستراكشن والدايليتيشن وبيساعدني في التشخيص، وجود الفيفر والتاكيكارديا تبقى اكتر مع السمول باول اوبستراكشن، الفومتنج طبعا بيبقى موجود في الايلياس لكن بيبقى مور اكسجريتد في حالات السمول باول اوبستراكشن. ودايما انا لما اشخص عيان واعالجه العيان بتاعي ده لو ما اتحسنش لازم اكسكلود الميكانيكال كوزز، يعني ممكن العيان يبقى عنده اذر دايجنوزز فالعيان خلال يومين ثلاثه ما اتحسنش لازم اعمل سي تي وسكونتراست عشان اكسكلود الميكانيكال كوزز او فعلا اورجانيك بقى سمول باول او ميكانيكال سمول باول اوبستراكشن. ايه مشكله الالياس ده؟ مشكله الالياس العام بيحصل له ابدومينال ديستنشن وستيزس وانجرد انستاينال وول وبكتيريال اوفر جروث وبيحصل بكتيريال ترانسلوكيشن وبيحصل فلويد سيكوستريشن وهايبوفوليميا والاندوتوكسيميا ممكن تعمل شوك وفي الاخر تعمل مالتي اورجان فيلير. هو الحاجه بسيطه بتبدا لو ما اتصلحتش في الوقت المناسب وما اتعالجتش وخدنا بالنا من العيان، العيان ممكن ينتهي ان هو يجي له شوك ومالتي اورجان فيلير والعيان يضاي لا قدر الله. طب ايه المانجمنت بقى؟ طبعا المانجمنت انترافينس هايدريشن، ولو الفومتنج والديستنشن استمروا بركب نيزو جاستريك تيوب، دي بتعمل ريليف للسيمتوم. هي طبعا مش روتين ليوز لكن في بعض الاحوال بتريح العيان. العيان اللي هو زي ما اتفقنا لو بروتراكتد ايس والحاله ما اتصلحتش خلال 3 4 ايام لازم ميكانيكال اوبستراكشن شود بي اكسكلودد، اعمل سي تي للعيان بكونتراست او بباريوم استادي عشان اتاكد ان مفيش اورجانيك او فانكشنال اوبستراكشن. بعد كده طبعا لو في سيبسس بعالج، لو في هايبوكاليميا او اي الكترونيك انوماليز بعالجها. لو العيان بياخد ميديكيشن طبعا بالذات الاوبييتس ان انا ايه اوقفها، والعيان بتاعي لو بوست اوبراتيف والبين بدا الحمد لله يتحسن ابدا اعمل شيفت من الاوبييتس النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز از ا بين كيلر. هنا النون ستيرويدال دي مي امبروف الالياس كمان عن طريق انها ريديوس الانفلاماتوري رياكشن وبتقلل اللوكال انفلاميشن وبتحسن العيان اكتر طبعا من الاوبييتس اللي هي بتعمل هايبوموتيليتي وبتزود المشكله. العيان بتاعنا بس بعد العمليه ده بوست اوبراتيف جي اي فانكشن بيمر بثلاث اتجاهات، يا اما العيان ده يبقى كويس وتولريتنج اورال انتيك لو الاي فيد سكور بتاعه كويس، ففي الحاله دي العيان بيرجين الاورال فيدنج وبديله بروفلاكتيك للفومتنج والابدومينال بين ميديكيشن والعيان بيتحسن ويبقى كويس. العيان لو عنده صعوبه في الاورال انتيك وبلشنج بقى ونوزيا وبلوتنج ونون بيليس فومتنج يعني الاي فيد سكور بتاعه من 3 لـ 5 يعني زياده شويه، بضيف له شويه ادويه بديله انتي ايميتكس بديله فلويد وريسيوم الاورال فيدنج از ويل از توليريتد. لكن العيان بتاعنا اللي هو انتولرنت الاورال فيدنج خالص مش قادر ياكل خالص وعنده بيليس امسس بقى بدا يرجع بايل وعنده ابدومينال ديستنشن وتيمباني يعني الاي فيد سكور بتاعه اكتر من 6، هنا بقى بلجا للنيزو جاستريك تيوب دي كومبريشن اديله انترافينس فلويد اديله نيوتريشن سبورت وكونسيدر اذر اتيولوجي زي ما اتفقنا. العيان لو في المرحله دي لا لازم ابدا بقى الجا لاشعاعات الجا لمناظير عشان اشخص العيان ما اقولش ان هو الياس يكون معايا اندرلاين كوز انا مش واخده بالي منه. ده بالنسبه للباول سمول باول اوبستراكشن.
ممكن تيجي كمان الالياس في صوره اكيوت كولونيك سودو اوبستراكشن زي ما اتفقنا في اول سلايد. الالياس ده ممكن يكون سمول باول او لارج باول، ممكن يكون اكيوت او كرونيك. طيب دلوقتي في حاجه اسمها اكيوت كولونيك سودو اوبستراكشن، يعني المشكله فين؟ في اللارج باول اللي هو اوجليفي سيندروم. ده عباره عن اكيوت دايلاتيشن في الكولون ان ابسنس اوف اناتوميك ليجن، هو مفيش حاجه قافله الكولون، هي المشكله ان هو بنسميه كولونيك الياس، العيان عنده كولونيك الياس. الاتيولوجي بقى اتيوجوالي بتحصل في العيان اللي هو هوسبيتالايز. نفس الريسك فاكتور بتاعه الالياس في السمول انتستين هي نفس الريسك فاكتور اللي هو عيان في مستشفى عنده سيفير الياس، عنده عامل عمليه، عنده ميتابوليك امبالانس، بياخد ميديكيشن، هي نفس البيكتشر بس دي بتاثر على الكولون. ده اكس راي لعيان، طبعا الصوره باينه ان في ماسيف دايليتد اير فلويد اير فيلد رايت وترانسفيرس كولون، وطبعا هوسترال ماركينج ايه موجوده في حالات ايه اكيوت كولونيك سودو اوبستراكشن اللي هي اوجليفي سيندروم. العيان زي ما اتفقنا نفس الريسك فاكتور، العيان اللي بياخد ميديكيشن زي الاوبيويد، العيان التروما اورثوبيديك سيرجري، الاوبستريك وجينيكولوجيك اوبريشن، الكارديو ثراسك سيرجري، العيان سي ان اس ديزيز، العيان اللي عنده ريتروبرنيال ديزيز، ميتابوليك ديزيز، انفكشن، كل الحاجات دي كلها بتدخل العيان في اكيوت كرونيك اوبستراكشن زي ما هي بتدخله في الاكيوت سمول انتستاينال اوبستراكشن. يبقى دور الدكتور ان هو يشخص اول حاجه دي سمول انتستاينال ولا لارج، دي اكيوت ولا كرونيك. نبقى نفتكر الاربع جمل دول. برضو في حاجه ثانيه ممكن نفرق ما بينهم، العيان يكون عنده بقى حاجه ثانيه خالص اسمها جاستروباريسيس، يبقى العيان برضو بيجي لنا بعد العمليات بنوزيا وفوميتنج وابدومينال بين، بس هنا النوزيا مور سيفير، الفوميتنج مور برولونجد، ابدومينال بين موجود بس اقل شويه من الحاجات الثانيه. طبعا الشكوى كلها مينلي ابر ابدومينال، العيان بيبقى عنده ديستنشن مينلي في الابر ابدومين، طبعا بلاقي عليه سكشن سبلاش، لو عملت اكس راي هلاقي فيه ديستنشن في الاستومك مينلي، الجاستريك امتي طبعا هيساعدني لو انا احتجت له. طب علاجها ايه؟ طبعا زي ما حضراتكم عارفين نيزو جاستريك تيوب ميديكلو براميد ريسرو مايسن، يعني بدي بروكاينيتكس وليميتد ناركوتكس. طبعا سهله افرقها بقى من السمول باول الياس والكلونيك الياس زي ما احنا قلناهم قبل كده، برضو بالاعراض وبالاكس راي. طبعا البلين اكس راي بتبين لي مكان الباول افكشن سواء سمول باول او سواء اللارج باول، وبتساعدني في التشخيص واعالج العيان اكوردنج. طبعا زي ما اتفقنا لو جاستروباريس بدي بروكاينيتك، لو سمول باول بدي نيزو جاستريك تيوب اسبيريشن، ممكن ليميت طبعا ناركوتيك يوز لو العيان بياخد. برده نفس الكلام الكولونيك بديله فرصه ان هو بالانترافينس فلويد، ممكن اركب راي لو العيان عنده نوزيا وفومتنج. ساعات العيان بيحتاج نيوستجمين في الحالات الكولونيك كوزس، او اضطر اعمل دي كومبريسيف كولونوسكوبي، وبرده ليميت الناركوتكس لو بياخد اي مسكنات احاول ان انا اقللها. طب ده الاكيوت، ممكن تيجي في صوره كرونيك؟ ممكن تيجي في صوره كرونيك والعيان يبقى عنده برولونجد ابدومينال بين وديستنشن وكونستبيشن، دي تبقى في حالات النيورباسك ومايوباسك وانترستيشن سيلو كجال ديسفانكشن. 50% من الحالات بتبقى سكندري لامراض مختلفه زي الباركنسون ديزيز، زي السكليروديرما درماتومايوسايتس، زي البارانيوبلاستيك سيندروم في حالات السمول سيل كانسر، حالات الكارسينويد تيومر، المريجلاند سايموما، الكانسر بروستيت، كل الحاجات دي كلها ممكن تعمل بارانيوبلاستيك سيندروم ان ذا فورم اوف كرونيك انتستينال سودو اوبستراكشن. برضه الانفكشن بالفيروسات وبالتربانسوما كروزي ممكن تعمل لي نفس البيكتشر دي. الهوم مسجز بقى ان سودو انتستينال اوبستراكشن زي ما اتفقنا دي عيان بيشتكي باعراض ميكانيكال اوبستراكشن في السمول او اللارج باول، طبعا دي بتبان بالاعراض وبالانفستيجيشن. اهم حاجه ان ابسنس اوف ميكانيكال كوز، امال السبب ايه؟ بسبب هايبوموتيليتي في الجي اي تي. انتستينال سودو اوبستراكشن زي ما اتفقنا ممكن تبقى اكيوت زي اكيوت انتستينال سودو اوبستراكشن، اكيوت براليتيك الياس، او اكيوت كولونيك اللي هي الاوجليفي سندروم، ممكن تبقى كرونيك اللي هي كرونيك انتستينال سودو اوبستراكشن زي ما اتفقنا انها سكندري لحاجات كتير سواء اوتو اميون سواء دراجز سواء باركنسونيزم سواء مالجنسي. والعيان بتاعنا اللي هو براليتيك الياس ده بيحصل طبعا غالبا بوست اوبراتيف بعد الابدومينال اوبريشن، وبرده زي ما اتفقنا في ريسك فاكتور بقى بريتورايتس والتروما والاسكيميا والميديكيشن والهايبوكاليميا. طبعا الاكس راي زي ما اتفقنا بتساعدني في التشخيص، بتقول لي اللوكاليزيشن مكان الليجن فين، بتساعدني في التشخيص. لو انا شاكه في العيان بطلب له سي تي سكان وسباريوم عشان ياكد لي التشخيص واكسكلود ميكانيكال اوبستراكشن او فاسكولار اوكلوجن في حالات الميزنتريك افكشن. زي ما اتفقنا العيان السمول باول بركب له رايل واتابعه، العيان الكولونيك بتابعه برده لو ما اتحسنش بعمل له زي ما اتفقنا سي تي تو اكسكلود ميكانيكال كوزز.
العيان اللي هو بتاع الكولون اللي ما اتحسنش بعمل له بديله نيوستجمين ترايل، ما كانش بعمل له كولونوسكوبك دي كومبريشن او سي كوستومي، بيفتح السيكم بايه بتشوب سواء سيرجيكال او بيركوتينيوس عشان تعمل دي كومبريشن. العيان بقى لو طلع عنده سيرجيكال كوز او في اسكيميا او بيرفوريشن او بيريتونايتس طبعا هنا بريفير للجراحه. اند ثانك يو، شكرا جزيلا لوقتكم.